عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس اداره شركه العاصمه الاداريه الجديده، وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه. بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية. بينما تستعد بقيه الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفتره القصيره المقبله واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه في هذا الصدد باستمرار العمل في اتجاه ان يكون انتقال الحكومه الى العاصمه الاداريه الجديده اساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الاداري المصري على نحو يتسم بالحوكمه والرقمنه مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي وانتقاء اكفا العناصر في جميع المؤسسات وتاهيلها وتدريبها مهنيا وفنيا وشخصيا في اطار منظومه تدريبيه متكامله وجاده وبحيث يتحقق اقصى استغلال واستفاده من البنيه التحتيه والتكنولوجيه والمعلوماتيه المتطوره التي تم تشييدها في العاصمه الجديده وبما يتوافق مع مسار الدوله في التنميه الشامله الذي يقوم على تحديث البنيه التحتيه وتعظيم الامكانات البشريه بالتوازي وذلك في الاطار العام لبناء وتطوير الدوله المصريه على نحو مستدام